والحقيقه انه انا عايزه ابدا بجرائم اردوغان اللي تحدثت عنها يا استاذ اشرف صحيفه زمان المعارضه في تركيا، والصحيفه اتكلمت انه عدد من تم احتجازهم بشبهه الانتماء الى حركه الخدمه اللي بيتزعمها المعارض التركي طبعا فتح الله جولن منذ عام 2016 بلغ 511 الف شخص. قراءتك ايه لهذا الرقم من المعتقلين والمحبوسين ودلالته ايه؟ يعني في البداية يعني نريد هنا أن نفرق ما بين نظام أردوغان وبين الشعب التركي نفسه. الشعب التركي نفسه له علاقات تاريخية وثيقة مع الشعب المصري على مر الزمان، أما نظام أردوغان فهو نظام يعني معادل للشعب المصري وليس معادل للإدارة المصرية ولا للرئيس عبد الفتاح السيسي فقط. فمن يعادل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب فهو معادي أيضا للشعب المصري. إذن أردوغان ونظام أردوغان معادل للشعب المصري، وقبل أن يكون أردوغان معادل للشعب المصري فهو معادي أيضا لشعبه أردوغان. يعني لا ننسى أن أردوغان عندما وصل إلى قمة السلطة في تركيا أول من خان وأول من غدر هم من قدموا جاءوا به من قاع عالم السياسة إلى قمته. غدر بأستاذه عبد الله جولن، بأستاذه فتح الله جولن، غدر بأستاذه رئيس حزب الرفاه أربكان. إذا الخيانة والغدر في دم أردوغان منذ نعومة أظافره في عالم السياسة في تركيا، وبالتالي كل مواقفه تجاه من يعارض طموحاته ومن يعارض يعني نظرته السلطوية ومحاولاته للسيطرة ولأن يكون السياسي رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط، أو محاولات استعادة الخلافة العثمانية خلافة الدم والنار كما نعرف تاريخيا هذه الخلافة ماذا فعلت في العالم العربي، وماذا يريد أردوغان أن يعيد هذه الذكرى الأليمة على شعوب المنطقة. إذن أردوغان بطبيعته هو خائن لشعبه، خائن لرفاقه. يعني ربما يكون وزير الخارجية أو رئيس الوزراء السابق يعني هو آخر ضحاياه، وربما يكون يعني كثير من السياسيين يعني قيادات في حزب الحرية حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان قرروا مؤخرا أن يكون هناك حزب ينفصل أو ينشق عن هذا الحزب لأنه فقد مساره، لأنه فقد مصداقيته في السياسة يعني أمام الرأي العام التركي. إذا نحن أمام شخصية سلطوية، شخصية ديكتاتورية بالدرجة الأولى، أمام يعني شخصية دموية لا يبالي بأي شيء إلا أن يحقق طموحاته السياسية حتى لو كانت على حساب الشعب التركي. إذا نظرنا إلى يعني الوضع الاقتصادي لتركيا منذ وصول أردوغان إلى سلطة الحكم عام 2002 إلى عام 2010 أو 2012 تقريبا، كانت الأمور تسير بشكل متوازن لأنه كانت هناك نوع من التوازن داخل السلطة في تركيا. أما بعد ذلك عندما بدأ أردوغان في تصفية كل خصومه السياسيين، بدأ تركيا الاقتصاد التركي يأخذ منحنى مختلف تماما.